السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير حبيباتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم الفيديو اللي كنت وعدتكم به من قبل تاع بيرلاج صدر وهراني اللي قلت لكم راح نخدمه معاكم، جيت نعطيكم تفاصيل كامل تاع طريقة صنع صدر وهراني بالنسبة للمبتدئات والبنات اللي حابين يخدموا، وعلى هلالة حتى العرايس اللي حابين ينقصوا شوية على روحهم وتخدم صدر وهراني تاعها غير وحدها في الدار. جيت نعطيكم السلعة اللي راح نخدم بها ونعطي لكم الطريقه اللي نخدموا بها صدر وهراني اللي يجي كارطون اللي يتخدم باللصقه، هذا اللي راكم تشوفوا فيه معايا في الفيديو. اذا كنتم مهتمين بهذا النوع من الفيديوهات كملوا معايا الفيديو حتى الاخير. ونبدا حبيباتي الفيديو تاعنا على بركه الله. اول حاجه نحتاجوها هي الرشمه كما راكم تشوفوا فيها اللي تدير من 35000 حتى 65000، يعني كل حانوت كيفاش يبيع فيها. نحتاجوا هذا الدمعه الثاني اللي شريت بلونين الغوز والبوردو يديروا 3000 للحبه، ونحتاجوا لهذوك ثاني الحجر المدورين اللي يديروا 4000 للحبه، ونحتاجوا لهذا الجوهر اللي كنتوا تشوفوا فيه اللي يدير 15000 للسبحه، وهاد لي زيستراس نيميرو 12 اللي يديروا 65000 للبوبينه. نحتاجوا لي زيستراس نيميرو 12 كي تكون الرشمه كبيره يعني فيها فراغات كبار، ونيميرو 10 كي يكونوا الفراغات شويه صغار هكا باش نقدروا نكملوا بها. وهنا حبيباتي نبداو الخدمه تاعنا، نجيبوا اللصقه ونحطوها على الرشمه، يعني تجيب اللصقه وتتبعي الرشمه تاعك كيفاش راهي تمشي معاها، تحطي اللصقه وتمشيها بشويه بشويه، ومن بعد تجيبي لي زيستراس وتثبتيه. كيفاش تفيكسيه مليح؟ لازم تحطي وتعاودي تفيكسي بالمقص ولا باللقاط، يعني كل وحده كيفاش تخدم. اذا ساعدك المقص خدمي به، واذا ساعدك اللقاط اخدمي به. ليسونسيال الخدمه تاعك تكون بيان فيني، يعني كي تهزي الرشمه تاعك ما تجيش يبان لك فيها انديفو ولا تجي مايله ولا تجي فيها حاجه زايده ولا حاجه ناقصه. اخدمي مليح وتبتي روحك. الخدمه تاع الصدر راهي سهله بزاف بزاف، وشوا لازمها شويه اتقان وتركيز، يعني كي تبداي تخدمي تبتي روحك وخدمي بشويه. والحاجه اللي نقول لكم انه اللصقه هذه راهي تلصق شويه في اليدين، تلصق كي تخدمي بها، يعني ما تتقلقيش منها. واي واحد راه يبدا في الاول اكيد ما يعرفش راح تلصق لك الحاجه في يدك، شرط ما تتقلقيش وكملي حتى توصلي للنتيجه اللي راكي حابتها بربي ان شاء الله. وهنا كما شفتوا حبيباتي الطريقه اللي خدمت لكم بها هذيك الريشه ولا الورقه، نفس الطريقه نعاودها في كامل الريشات، يعني راهم كامل يتخدموا بنفس الطريقه. نحط اللصقه ونحط هنا لي زيستراس نيميرو 10. علاه استعملت نيميرو 10 ولا نيميرو 8؟ ليسونسيال لي زيستراس اللي يكون رقيق. علاه؟ على خاطر هو رقيق ويدور، ماشي كيما الكبير هذاك ما يدورلكش بسهوله ولا يتعوج ولا يخرج لك شويه معوج في الرقبه. يعني اذا حبيتوا تخدموا هادو ننصحكم تتراسيو برقيق. علاه؟ على خاطر هو اللي يدور معاكم في هاد الرشامي هادو. وهنا حبيباتي نخليكم مع لا فيديو اللي نظن باللي راهو شارح نفسه بنفسه، جوست تحطي اللصقه وتتبعي معاها بشويه بشويه حتى تكملي تتراسي بلي زيستراس، ومن بعد ترجعي تعمري وين كاين الفيد الكبير، تعمري بالكريستال ولا تعمري بالحجر. النصيحه اللي ديما نمدها لكم ونبقى ديما نمدها لكم في فيديوهاتي انك تنوضي تخدمي على روحك. تحبي تخدمي الحلوه نوضي بداي بروجي تاع الحلوه، خدمي في القهاوي، خدمي في من دارك، ديري اون باج فيسبوك ولا انستغرام وحطي فيها الخدمه تاعك وبريزونتيها. خياطه نوضي تعلمي حاجه وبداي خدمي، اخدمي لروحك، خيطي لروحك في مناسبه ولبسي الحاجه هذيك كي يسقسيوك، قولي للناس باللي انا اللي راني نخيط هذه الحاجه، خيطها لروحي، واذا حبيتو نخيط لكم نخيط لكم. جوست بداي
البداية هي اللي صعيبة، مي جوست تبداي خلاص راح تعجبك وراح تحلالك الخدمة، راح تحسي انك قاعدة تديري في حاجة مليحة لروحك قبل اي انسان. يعني الحاجة اللي تفرحك هي اللي تديريها. في الاول اكيد راح تتعبي، بلك تفشلي، بلك تطيحي وتنوضي، بلك تخسري، معليش، ليسونسيال تكملي في الطريق تاعك وتكملي حتى توصلي وين راكي حابة. كون نرجعو نشوفو القصص تاع لي ملياردير الكبار، نلقاو 90% منهم بداو يا يمسحو الصبابط يا يغسلو الماعن. يعني اي انسان حاب ينجح ويوصل يبدا من الصفر ومن تحت الصفر. اذا كانت عندك صنعة في يديك استغليها، استغلي هكا باش ما نقولكش تولي مليونيرة، مي على الاقل كي تحتاجي حاجة تلقاي دراهمك في يدك. مرضتي تلقاي باش تروحي للطبيب، هذه ابسط حاجة. سخفتي على حاجة حابة تاكليها تشريها، سخفتي على حاجة حابة تلبسيها تشريها. تعولي على نفسك، تنقصي المسؤولية تاعك على غيرك، على باباك، على اخوك، على راجلك. تكسي ولادك اذا حبيتي، تشري وش راكي حابة، تروحي وين راكي حابة. ما نقولكش باللي راح تخدمي ومن هارك تولي مليونيرة، تطيحي وتنوضي، تتلعب لك مرة، تتكلحي مرة، بصح مع الوقت راح تتعلمي. صنعة اليدين كما ديما نقولكم كنز، استغلوها، اخدمي على روحك، اتعبي، طيحي، نوضي، وحققي ذاتك، اوصلي وين راكي حابة. النجاح ما يجيش بالساهل. ديما نقولكم باللي اي وحدة راكم تشوفوا فيها في الفيسبوك ولا في الانستغرام، ارجعوا للعوام تاعها الاولين كيفاش بدات. اي وحدة، اي انسانة ارجعوا شوفوا راكم تشوفوا فيها ناجحة وقدوة ليكم وبنت لكم باللي راي انسانة وصلت، ارجعوا لي فيديوهات تاعها الاولين ولا ارجعوا لي فوتو تاعها الاولين، شوفوا البدايات تاعها كيفاش كانت. انسانة بسيطة حتى بشوية بشوية وصلت. هكاك انتي وحدة ما عندها يد زايدة عليك، وحدة ما عطاها ربي عقل زايد عليك، كامل اعطانا نفس النعم، كامل اعطانا نفس اليدين نفس الرجلين، على هما يوصلوا وانتي لالا، على هما يحققوا النجاح وانتي لالا. نوضي وخدمي وسعي واكيد ربي راح يكون معاك. حبيباتي كما راكم تشوفوا، من بعد ما كنت مشيت شويه في الخدمه جيت نهضر لكم على هاد اللصقه اللي كما راكم تشوفوا فيها كل مره نستعملها نعاود نقفلها هكا باش ما تنشفليش، لانه هذا النوع من اللصقه ماشي كما تاع البيستولي يقدر يعاود يدوب. هذه اذا فات وجمدت لك ما تقدرش تقدريش تعاودي تذوبيها ولا تقدري تستعمليها. يعني جوست تكملي منها، اقفليها هكا احسن واحسن باش تضمني باللي اللصقه تاعك مش راح تفزد. كما راكم تشوفوا، كما كنتو تشوفوا تاني في الفيديو، راني كل وين نخدم نثبت الخدمة مليح بالمقص، نحاول نفينيها ما باش ما تجينيش معوجة ولا تجيني جوست مع الرشمة. كما راكم تشوفوا هنايا البنات، هذه هي الطريقة تاع صدر الوهراني. يعني بالنسبة للبنات اللي ما يعرفوش يرشموا ولا يخدموا الرشمة تجيهم معوجة في البارلاج ولا هنا، الوهراني ما تخافيش منه لانه الرشمة ديجا تشريها واجدة. يعني انتي جوست تبعي معها وفينيها مليح، ما تخليهاش انتي، ما تخليش الخدمة تاعك تجي مايلة. يعني حطيتي لي زيستراس كما هنايا شفتهم مايلين، عاود نعدلهم بالمقص، نبقى نعدل بشوية بشوية حتى تجيني كيما الرشمة قد. اذا عجبكم حبيباتي هذا النوع من الفيديوهات خليوا لي رايكم في لي كومونتير هكا باش تشجعوني ونزيد نعرف واش هما لي فيديو اللي راكم حابين تشوفوهم، واش هما الافكار اللي حابين تديوهم هكا باش تعطيوني فكره، وباش ما انا نعرف واش هما لي فيديو اللي حابين تشوفوهم معايا في لاشين. تاني راح نبدا معكم سلسله تاع تعليم البارلاج على القماش، راح نشارك معكم رشامي فقط هاد الايامات تكسر لي سيبور اللي راني نخدم به. سي بوغ سا مانيش نشارك معكم لي فيديو تاع البارلاج، يعني ما عنديش كيفاش نحكم التليفون ونخدم، لانه يد نحكم بها ويد نخدم بها ما تصلحش، لازم يكون سيبور يعني اللي نحط فيه التليفون هكا باش نقدر نشارك معاكم الطريقه تاع البارلاج. واذا عجبكم تاني هذا النوع تاع صدور وهراني وحبيتو تشوفوا لا فيديو كيفاش نخدموهم، نزيد نشارك معاكم رشامي وحيد خلاف، خليو لي رايكم في لي كومونتير. وهنا حبيباتي شوفوا تقريبا الشكل النهائي تاع هاد لاكاب، يعني مازال ما كملتهاش، ما لصقتش لي بيغ، ما لصقتش هذاك الجوهر.
مي شوفوا بخس كي كملت غير لي زيستراس كيفاش جا الشكل تاعها باين وبدا الشكل يبان. وهنا حبيت ندير ام بتيت بوز، راح درت فيها تاي وبسكوي هكا باش نطلع لي انرجي، وفي نفس الوقت درت شويه بوز هكا باش نريح. بالنسبه لهاد لاكاب بدات مني ساعه ونص غير صدر، مازال ما كملتش يعني الخلف، درت واحد برك ماشي زوج، درت غير الامام، ادالي ساعه ونص من الوقت مع التصوير مع نحبس التليفون ونعاود نردو، الوقت كامل كان ساعه ونص. والمفاجأة حبيباتي انه هذا الصدر راح نحطه معاكم للبيع، يعني خدمته معاكم، واللي حبت تديه السعر تاعو راح يكون هايل. اللي حبت تدي هذا الصدر تاع الوهراني تجيني لصفحتي الفيسبوك ولا الانستغرام، التوصيل لبنات كاين ل 58 ولاية، يعني من اي ولاية كنتي وحبيتي تشري هذا الصدر تاع الوهراني ارواحي لصفحتي للانستغرام، ومرحبا بكم كامل الانستغرام ولا الفيسبوك، دوك نخليهم لكم تحت في صندوق الوصف. وهنا حبيباتي كنت قريب نكمل الصدر تاعي ونخليكم تشوفوا الشكل تاعو النهائي، بصح قبل ما تشوفوا الشكل النهائي نتمنى تخليوا لي رايكم في لي كومونتير، ديروا لي جيم، تبارطاجيو لا فيديو هكا باش تشجعوني نزيد ندير لكم فيديوهات اكثر. وهذا هو الشكل النهائي تاع صدر، كنت خدمت غير النص ومازال لي النص الاخر، كي نكملوا ان شاء الله راح نصوره معاكم ونحطه لكم في فيديو في اليوتيوب ونحطه لكم ثاني سوغ انستغرام. وهنا نخليكم ونقول لكم الى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله.